أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما حكم سب الدين في بعض الحالات؟ يقول الثاني في زعل: الله يلعن دينك، وهل هذا كفر أو أنه لغو في زعل؟ إن كان زائل الشعور ولا يدري ماذا يقول فلا شيء عليه، لأن هذا مثل المجنون، أصبح زائل العقل. أما إذا كان معه شعور ويعرف ما يقول فإنه يرتد بها، هذا ردة عن دين الإسلام. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا كان معه شعور يوم يتكلم بهالكلام هذا ردة عليه، أنه يتوب إلى الله ويدخل في الإسلام من جديد، والله يتوب على من تاب. أما إن كان النزال شعوره ولا يدري ماذا يقول هذا غير مكلف في هذه الحالة. نعم.